أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما الحكم في تمني العبد الموت لأجل الفتنة التي تصيبه ويخشى على نفسه الضرر في دينه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم وضع الخطة في هذا، قال: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان لا بد قائلا فليقل: اللهم أحيني ما دامت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. وذكر العلماء أنه إذا خاف على دينه، إذا وقع في فتنة وخاف على دينه، فله أن يدعو على نفسه بالموت ليسلم من الفتنة، يسلم على دينه في هذه الحالة خاصة. ويستدل بعضهم بقول يوسف عليه السلام: توفني مسلما وألحقني بالصالحين، لما رأى أن أمره تم وأنه انتصر وأنه خشي على نفسه من الفتنة، فدعا على نفسه بالموت ليسلم: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. قالوا: إذا خشي الإنسان على نفسه من الفتنة في دينه يجوز له أن يدعو على نفسه بالموت. نعم. أما ما دام أنه ما خاف على نفسه فلا يدعو بالموت، وإنما يفوض الأمر إلى الله عز وجل. لو أصابه مرض، لو أصابه شدة، ما يدعو بالموت على نفسه ليستريح من الشدة، ولكن يكل الأمر إلى الله. نعم.